أزمة رباعية الأبعاد يمر بها لبنان، أضلاعها سياسية واقتصادية ونقدية وكذلك اجتماعية. فعلى مدى أكثر من 200 يوم تشهد الشوارع اللبنانية احتجاجات حامية أملاً في تغيير الأوضاع الحالية. شرارة الأزمة بدأت في 17 من أكتوبر العام الماضي عام 2019 بخروج احتجاجات عارمة تطالب بتنحية النخبة الحاكمة بعد اتهامها بالفساد وسوء إدارة البلاد. وتحت وطأة هذه الاحتجاجات تقدم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري باستقالته من رئاسة الحكومة في 29 من أكتوبر الماضي. وحاول الحريري على مدار شهرين تشكيل حكومة ائتلافية جديدة، لكن المشاورات وصلت حينها إلى طريق مسدود على وقع خلافات جوهرية مع وزير الخارجية وزعيم التيار الوطني الحر صهر رئيس الجمهورية جبران باسيل. وعلى إثر ذلك أعلن الحريري عدم قدرته على تشكيل حكومة جديدة ليعلن حزب الله وحلفاؤه دعمهم لحسان دياب لتولي منصب رئيس الوزراء، رغم اعتراض تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية ورؤساء الحكومات السابقين. وفي أبريل الماضي أقرت حكومة دياب خطة إنقاذ اقتصادية، لكنها قوبلت بالرفض من تيار المستقبل ورموز النخبة السياسية لافتقادها للواقعية والأساليب العلمية حسب تعبيرهم. ومع زيادة تدهور الأوضاع الاقتصادية تشددت الاحتجاجات الغاضبة في الشارع اللبناني، وتخللتها للأسف أعمال شغب في 7 من يونيو عام 2020 العام الحالي. وعلى خلفية الاحتجاجات دعا الرئيس اللبناني إلى عقد لقاء وطني في قصر بعبدة في 25 من يونيو الماضي، لكن الحضور اقتصر فقط على حلفاء رئيس الدولة، في حين قاطعته قوى سنية ومسيحية وعلى رأسها تيار المستقبل. وخلال الساعات الماضية عادت مطالبات بإعادة تكليف الحريري برئاسة الحكومة، لكن زعيم تيار المستقبل وضع عدة شروط للعودة إلى منصب رئيس الوزراء.